be at the start of the game, what you want to do is just not bother to kill people. It's completely pointless to kill people. السلام عليكم شباب وياكم علي من قناة علي هوكن. حاليا عندي معلومات انتم تشوفون بالفيديو حاليا. فيديو حاليا ستوند اصور تقريبا اذا يرفع بعد نص ساعة ربع ساعة. مو جديد دينزل اللعبة، مو اسمه بالوورد اوف تانك باتل رويال. حاليا تجربوه بالتي سيرفر. اذا سامعين بالمود هذا الباتل رويال، المود باتل رويال شنو هو؟ تنزل 100 لاعب باقي لعبة ببجي او فورتنايت العاب 100 لاعب مثل ما تشوف بالفيديو حاليا لايف ستريم قناة كويكي بيبي مثل ما تشوفون تقدر تشيكوها. ماب كبيرة اكو سبلايدر مثل ما تشوفون هنا. دبابات ينزلن، كل دبابة تقتلها مثلا تقتل الانمي مقابلك. حاليا اعتقد ينزل 39 لاعب اعتقد 39. وهنا كرن مالتك على الجهة اليسار. المود بتضايق تنزل 100 لاعب، اخر لاعب قبل اللعبه هو اللي يفوز. الماب مثل ما تشوفون قاعد تصغر عليهم، يعني تبقى تصغر على ما تبقى سيركل صغيره. واكو سبلايدر يكون راندوم بالماب يبين لك بالمنيو ماب مالتك على يدك اليمنى مثل ما تشوفون. المود مثل ما قلت لكم بالتي سيرفر يجربوا اللعب. حاليا صراحه ما محمل التي سيرفر، ما عندي شويه تحميل وشويه تعبان فما اقدر احمل. المود اعتقد دي يجربوا الالعاب، يعني بس اكثر مود هسه ناجح بالالعاب بالنسبه للواعب، اكثر الواعب اللي يلعبوه حاليا هو المود باتل رويال. يعني يكون اكثر تحدي، يكون يعني اخر لاعب يبقى. والمود اذا غير العاب اكو سكواد مثلا تجد صاحبك او بلاتون. حاليا هسه دي يجربوه سولو. ما عندي معلومه اذا تقدر تجرب بس بلاتون او لا، ما اعرف هسه. اذا تريدون شيء يكون المود او يصير اللاعب اللي يلعب حاليا كويكي بيبي اعتقد سامعين بيها. هسه تشوف يطب ياخذ سبلايدر اكو تشوفون معده مثلا ياخذ الدباب تتطور شوي شوي تشوف ياخذ سبلايدر اعتقد. ها تتبدل دبابته تتطور من تير مثلا من دباب ما عنده درع، اذا عنده درع او اكبر حسب ما اشوف يعني باللايف ستريم مالته. يتطور كم ياخذ سبلايدر تكبر دبابته او يصعد تير او يصير دباب من لايت اذا ميديوم اذا هيفي يصير. وان شاء الله اذا عندي معلومات على المود او المود شو كثير ينزل ما اعرف الصراحه، تقدر تجربه بالسبلايدر. مثل ما تشوفون يقدر ياخذ هيلث او امو من السبلايدر او الدبابه اللي يقتلها 100 طي امو او سبلايدر. تصليح اعتقد هم تاخذ نفس الشيء من السبلايدر اذا براندوم بالماب. والدائره مثل ما تشوفون قاعد تصغر. اعتقد المكان الاصفر هذا بالماب يعتبر دينجر زون او شيء قصف او شيء ما اعرف بالضبط. ان شاء الله اذا عندي معلومات على هذا المود ان شاء الله انزل لكم فيديو عليه او تقدر تشوفوه بالتي سيرفر. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. مع السلامه شباب.